مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. اليوم في حلقة رمضانيات حنحكي عن عادة جميلة في رمضان بتصير في كل المجتمعات تقريبا العربية بلا استثناء. كل مجتمع ممكن يسميها باسم ولكنها تقريبا في كل المجتمعات العربية، وهي تبادل الأطباق. أطباق في أهل الخليج بسموها الغرف لأنه بورفوا من الطبق وبعطوا للجيران، وهذا شيء رائع يمكن كلنا تعودنا عليه. يمكن بالغرب الآن أولادنا مش متعودين على هذا الشيء، وشيء غريب هو بالنسبة لهم، ليش ما بدي أروح أودي طبق لجيراننا أو أصدقائنا. هذه العادة ولدت في المجتمعات العربية لأنه كانت المجتمعات العربية أيامها يعني محصورة الدخل، محصورة الموارد، كل بيت كان يعمل طبخة. ولكن لما تيجي عند وقت الإفطار تجد الأطفال يدورون حول الحي وكل واحد حامل صحن رايح يدق على جيرانه، وبالتالي تصل إلى وقت الإفطار تجد على مائدة الإفطار 10، 5 أطباق، 7 أطباق لا تعرف من أين أتت. وهذا شيء جميل، فكان في تشكيلة على الأكل، يعني بدل ما الواحد طابخ طبخة يصير عنده 7 طبخات يقدر يتدوق ويغير المذاق. هذا شيء جميل ورائع، لكن الهدف لم يكن فقط هو تمديد الأطباق أو تغييرها. طبعا شم رائحة الطبخ هذا شيء غريب، وخاصة في رمضان. أنت بتعرف البيوت كانت قريبة جدا، فالواحد لما يطبخ وجاره يشم ريحة أكله من السنة أنه يطعمه منها. وطبعا في شهر رمضان بتزيد هذه الحاسة، حاسة الشم بتصير ما شاء الله عليها هيك رائعة. لكن اللي كان جميل في هذا الموضوع هو موضوع إيجاد المودة والتآلف والرحمة، وهذا أهم أهداف هذا هذه العادة. هي الأشخاص اللي ما عندهم أصلا دخل أو عندهم ضعف في إيجاد ما يطعموه، فلم يكن هناك في الأحياء العربية لم يكن هناك من لا يجد ما يفطر عليه. فدائما بهذا السبب اللي هو تبادل هذه الأطعمة بين الجيران، كان دائما يوجد عندك ما يؤكل على مائدة الطعام. وطبعا هذه بتصير دائما قبل دقائق من الأذان، بتلاقي الشوارع امتلأت بالأطفال يوزعوا على طبعا معظم الناس عارفين أنه هي ليس لحاجة الطعام، إنما هذا الطبق قد يعكس المودة والاحترام والمتبادل بين الجيران. الأبناء بتعودوا على العطاء، على يعني حتى إنه كنت تعرف الأطباق، هذا الطبق من بيت أبو أحمد من تفصيلة الطبق، يعني تعرف هذه الأطباق لمين. ودائما المرأة العربية معروفة إنها بتحاول إنها تزود من الأكل حتى لا ينقص في العائلة، وهذا طبعا شيء جميل من العطاء والكرم اللي موجود في العوائل العربية. لكن الأطفال بهذا النفس لما بيحملوا هذه الأطباق بشعروا حالهم جزء من هذه الود والتعاون في المجتمع، فهو شيء جميل إنه نعلمه لأطفالنا. طبعا ما بنشعر قيمتها غير لما بنبعد عنها، يعني اللي يمكن اللي موجودين في الدول العربية تعتبر عادية، بس بالنسبة لنا احنا يعني هذا شيء كثير إنه هاي تبادل الدشز هاي والأطعمة إشي جدا رائع. طبعا جدا رائع الطعم تبع الأكل لما بتطبخ، عدة سيدات مختلفات كل واحدة بتعمل الطبق، يعني أحيانا كانوا يصنع طبقين مثلا ملوخية، 2 ملوخية بس كل واحد له طعمه، فكنت تشعر إنه هذا طبخ أم أحمد وهذا طبخ أم سعيد. وللعلم بس بدي أحكي شغلة، إنه حتى جيراننا اللي من ديارات أخرى، مثلا كان عندنا جيران مسيحيين كانوا أحيانا يرسلوا هذه الأطباق، إنه نرسلهم أطباق، فكانوا جزء من هذا المجتمع، لم يكن محصورا على المسلمين في المجتمع. فهذا من جمال المجتمع العربي اللي دائما إحنا بنحكي عنه، اللي كثير ناس للأسف الآن بدخلوا العنصرية وخاصة العنصرية الدينية عشان يحاولوا يدمروا مجتمعنا. لا، كنا نعيد على بعض ونبارك لبعض ونحب بعض ودائما واقفين مع بعض بغض النظر. طبعا هذا من السلوكيات الجميلة التي نشأنا عليها منذ الصغر من أجل إظهار مشاعر حب تجاه بعضنا البعض، وتعبير عن الكرم من خلال تقديم ألوان مختلفة من الأطعمة اللي ممكن نسويها في البيت. وهذه بتخلق أجواء جميلة بين الجيران، وخاصة نمط الحياة الجديد الآن اللي صار سوشيال ميديا وفيسبوك، بدك تبعت لي لايك وابعت لك لايك، لا، خلينا على العادات الجميلة الرائعة اللي كنا عايشين فيها، تبادل
هذه الأطعمة فعلا بيسوي مودة، حاولوا نجربها. شو رأيكم نجربها في كندا بين جيراننا الغير مسلمين، نقول لهم عشان رمضان إحنا طابخين، جربوا، خلينا نجرب، ما بنعرف. شو رأيكم؟ فكرة، احكوا لي بالتعليقات. نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع.